والله بصوتي عشان من الكروي بابا يما نو شبك واذا الدرع روح يعني هلا بكم شبك خيره مطلوب لك خيره. مرحبا يا اصدقاء، اليوم اجين الدرع الذهبي. اليوم وصلنا لايمان درع اليوتيوب الذهبي، صار لنا نطورته اكثر من سنه وشوي، ما هيك ايمان؟ كثير متحمسه كنت لافتحه، بس بدي افتحه مع المتابعين كنت. يا ايمان قلت لها تعال افتح الدرع، قلت لي لا يا بابا انا بدي صور فيديو افتحه مع المتابعين. ايه كثير كثير متحمسه افتحه. يلا ها. انا عرفت شو عملت، زبطت شعري. ايه زبطت شعري. رتبت ثيابي مشان افتحه معكم. ايوه كثير 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 انبسطت لانه اجى الدرع الذهبي. اكيد صار لها تقريبا اكثر من سنه وشوي نطركم. ايه شو ايمان بنفتح الدرع؟ ايه جاهزه تفتحي انت؟ اول شيء ما تنسوا تحطوا لي لايك. حطوا لها لايك ها كثير. يلا جاهزه تفتحي؟ ايه مين بيفتح معنا ما انت؟ حجرب انا. يلا افتحي. ماما عم تفتحي للزق للزق. يلا شو رايك؟ بارام بارام. يلا قصي ونقص قصي ونقص. قولي بسم الله. بسم الله. هي هي. ايوه يلا افتحي هالمعدة. ايوه هون بسم الله افتحي هالمعدة. متى عنك؟ كثير متحمسة انا. طبطينه كثير كثير. هاها وهلا رح نفتح الدرع الذهبي. جاهزة يا ايمان؟ ايه كثير. قولي بسم الله بسم الله بسم الله. واو ليكم هون شو كاتبين يا جماعة؟ شو كاتبين؟ أحسنتي، لقد حققتي إنجازا رائعا، جذبت قناتك مليون مشترك، تهانينا. وممضية ممضية من اليوتيوب. شو يا ايمان مبسوطة؟ كثير مبسوطة كثير. وهيدي بطاقة كمان إثبات ملكية الدرع. عن جد عن جد كثير. شو لازم تعملي بهيدي يا ايمن هلا؟ تبروزيها وتحطيها عندك ما هيك؟ ايه. يلا نشوف الدرع. ايه ايه بتحمسك. قولي بسم الله. شيلي هيدي نشوف الدرع. حاطين كرتونة. كرتون شو هيدي؟ ما بعرف. اه؟ وين الدرع؟ ايه وينو؟ وين الدرع؟ وينو؟ وينو الدرع؟ شو هالفيديو اللي عملناه هلا؟ عنجد شو هالنقطة متابعين هلا؟ معقولة أخذوا هذا تبع الدليفري أو ليك؟ شو؟ كنت متحمسة لأشوفه أنا. شكله انسرق. معقولة انسرق الدرع؟ يمكن. شو هالنقطة متابعين هلا أو ليك؟ ما حيصدقونا؟ أكيد عم نفتحه قدامهم مختوم. لك شو حاطين كرتون كان؟ بديله؟ كيف نجيب لك درع هلا بديله؟ انت صرنا ناطرينه. شو كتير لهم؟ كثير زعلت أنا لأنه ما إجاني الدرع الذهبي. حرام ناطرته كثير ومتحمسة للفيديو، معقولة سرقه؟ حطوا لي لايكات 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 كثير. اي لايكات هلا روح الدرع حط لهم لايكات اه مشان يجي الدرع. ما حيجي بقى ما حيجي اذا انسرق خلص راح. كنت علي لي على الحيط معك خبر؟ والله كنت علي لي على الحيط. بتعرف شو عامل انا؟ كاتب لها ايمان وحطت لها حدوال احمر. كنت متحمسه. هلا عم تبكي عادي يعني بكى بطل غيره. شو بكي؟ خلص بابا الله يرضى عليك. خلص على هن المتابعين بيبصوكي ل 10 مليون خلص خلص. خلص بابا ها؟ والله بيبصوكي ل 10 مليون لك روي. بابا ايمانو شبك واذا الدرع روح يعني هلا بكم شبك خيره مطلوب لك خيره. خلص روي ايمانو. خلص اخواتك عنده الدرع بعطيك درع اخواتك او برجع بتصل فيهم بجيب لهم غيره ماشي. هلا نرجع ندق لهم لليوتيوب. شو؟ بعرضه للفيديو اما خلص بمحيه او لك هذا بكم نجي نعمل على غيره؟ شو هيك نعمل على غيره؟ نمحيه؟ نمحي الفيديو بكم نعمل على غيره، شو رايكم حسام؟ زعلت لان والله زعلت ليك عم تبكي حرام. حرام وجعت لي قلبي. يا الله ليك مش حاطين كروتين كروتين؟ ليه حاطين كهل كروتين؟ والله ما بعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص طولي بالك يا ايمان. طولي بالك يا ايمان. هذا درع ايمان. هذا درع ايمان. كنت عم بعمل فيها مقلب. يا عمري انت ما تبكي يا عمري ما تبكي. لا عم تبكي بكيت بكيت.
بكيت لانه هي حب العلن من كلياتهم يشتركوا بالقناه. هذا الدرع الدرع القديم تبع اخواتي وهذا الدرع تبع ايمان. جاهزة تفتحي يا ايمان؟ زعلانة هسه؟ قولي للام اللي زعلانة. مني زعلانة؟ يوم بحبكم كثير. بحبكم كثير. خلص لا تزعلي. يلا خلينا نشوف الفرحة تبعتك بس تفتحي هلا الدرع. بفتح لك الدرع انا؟ ايه. قولي بسم الله. يا الله. بسم الله. قولي بسم الله. وهذا الدرع تبع ايمان. واو. هلا انا باذن الله تعالى بشيله. لك يا ايمان. كنت بقول لك. هيدي عم بتشكروا ايمان وهي قناتها انه وصلت للمليون. شوفوا يا جماعه. وهذا الدرع. انا. وهذا درع ايمان. وهون حاطت ايمان وحاطت لك قلب، شفتي القلب يا ايمان؟ ايه. حطت لك قلب؟ شو؟ شو في حولك على المراية؟ حلوة؟ شو مر عليك الفيلم؟ حبينا نعمل مقلب صغير بإيمانه لنشوف ردة فعله. أيوه ليكي شوفي هون بيعكس إيمان، بيعكس إيمان صورة إيمان، عكسها لصورة إيمان على المراية؟ شو؟ طلعي بالمراية مكسورة. شو؟ كيف حال الحماس عندك؟ شو كيف الحماس عندك؟ كثير 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 حلو؟ مبسوطة؟ هيدول دموع الفرحة. ايوه انا هون كتبت لها ايمان ورسمت لها قلب عليه. ما هيك؟ مبسوطة هلا؟ مبسوطة؟ ايه زعلانة شي منا؟ لا بكت شوية بس. الله يرضى عليك يا رب. وهلا يا جماعة شو حاعمل انا؟ رح اعلق لها الدرع لايمان بالحيط. جاهزة يا ايمان؟ ايه جاهزة؟ ايه يلا شو بدك تقولي للمتابعين؟ كيف بدك تتشكريهم؟ بتشكركم كتير كتير لانه عم تحطوا لي كثير لايكات منشان اوصل للمليون. كتير كتير بتشكركم. طلع عقبال ما توصلي للعشرة مليون وتاخذي الدرع الالماسي. ايه متحمسه كتير للدرع الالماسي. مهم يش الكل يشترك بالقناه مشان ايمان تجيب الدرع الالماسي. ايه بدي فرجيكم اياه وصور فيديو، ممنوع افتحه الا لصور معي. ايوه ايمان هلا جبنا لها درع فضي وهلا وصل درع الذهبي، اليوم وصل واليوم عملنا الفيديو، يعني اول ما وصل بالليل عملنا الفيديو. بس انا حبيت اعمل فيها مقلب، اتفقنا انا وام حسام، جبنا هيدي الكرتون الفاضيه لزقناها حطينا فيها كروتين وعملنا فيها المقلب. شو رايك بنقوم بنعلق الدرع انا وياكي؟ يلا. وهلا يا جماعه الخير بدنا نعلق لها الدرع لايمان فوق هون. ايمان صار عنده هذا درع اخواته وهذا درع ايمان الفضي وهذا درع اخواته وهذا درع اخواته. ما هيك يا ايمان؟ ايمان هون دخيله مجال انا يا جماعه اتعلق هون. شو ايمان اعطيني رايك كيف؟ ايه حلوه 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 هيك؟ ايه احلى شيء القلب. عبين مع القلب مبين يا ام حسام القلب؟ ايه مبين. يا الله كثير حلو القلب اللي حطيته. ايوه هلا هلا بعد شوي بنجيب هالفرد بنبخش وبنعلق لك هالدرع، ماشي يا ايمان؟ وهلا يا جماعة إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفيديو. إيمان شو بدك تقولي لهم؟ ما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. أيوة شو بدك تقولي لهم سام؟ وباي باي.